يعني بتتراجع عن تصريحاتك. انا قلت هو محتاج يتطور يا كابتن. انت قطعته. لا انا سمعتك. ما انا قلت يا كابتن محتاج يتطور. أنا أسأل سعيد. تمام؟ وأسأل حضرتك، هل ده مصطفى محمد نفس بطولة أفريقيا اللي فاتت؟ لا اختلف. لا صح؟ لا اختلف. إذن تطور في الأداء وتطور، النهارده بقى ينزل تحت، تمام؟ بقى يباصي، بقى بيصنع أهداف، بقى بيتحرك بره البوكس، تمام؟ مش ده اللي إحنا شفناه في البطولة اللي فاتت. وبالتالي وبالتالي أنا قلت يا جماعة أنا أشهد الله والجميع إن الراجل أصبح لعيب مختلف تماماً حاليا. وجهة نظري يعني. أنا هو رص معاك مجموعة جبارة من رؤوس الحربة، ليه ما عندناش إلا مصطفى محمد؟ يعني صراحة يعني ده يسأل عليها الأندية، وخصوصاً الأندية الكبيرة. الأندية الكبيرة يعني أنت بتستسهل بأمانة، بتجيب لعيب أجنبي بيلعب في المكان ده، اللعيب المصري لا يعني ما بيعتمدش عليه، واللعيب نفسه ما بيديلكش المردود اللي أنت مستني منه. بأمانة كان في تطلعات للعيبة كتير في مصر، إنما هم فين دلوقتي من المكان ده؟ يعني أنت بتتكلم صلاح محسن كان واحد من أهم الناس اللي كانت ممكن، صلاح محسن لعب منتخب مصر قبل ما مصطفى محمد ينضم لأي معسكر. صح. كان هو فيرود موجود في منتخب ولعب أولمبياد كان موجود، أحمد ياسر ريان نفس الكلام، في لعيبة كتير جدا مر، محمد شريف في فترة من الفترات كان موجود، إنما دلوقتي أنت بأمانة يعني هو مصطفى أنجح واحد في المكان ده. طب وأنتوا ماسكين الفرقة أنت وكابتن حسابات، كنتوا واخدين مين غير مصطفى؟ كنا واخدين مصطفى ومحمد شريف وكوكا بس، ومروان حمدي جه لعب معانا، خدتوا مروان شوية لعب معانا ماتشين برضو. فكل دول كانوا موجودين. ده اللي جابوا كروش بعد كده. بس كلهم برضو يعني على حسب المتاح بالنسبة لك، إنما هي النقطة إن يبقى عندك رقم واحد واثنين وثلاثة ويبقى في منافسة كبيرة. بأمانة بقى لها فترة في مراكز كتير مش راس الحربة بس. يعني هضرب لك مثلا باك ليفت. أنت باك ليفت كابتن مدحت، أنت لو كملت البطولة أنت عندك واحد اتعور وواحد اتطرد، أحمد فتوح. تخيل منتخب مصر بيلعب محمد حمد بطولة أفريقيا مثلا بباك ليفت، عمر كمال عبد الواحد بيلعب برجلي اليمين، يعني منتخب مصر بتاريخه ده كله تكمل بطولة أفريقيا بلعيب مش في مكانه. فإن عشان أنت ما عندكش أصلا في بطولة بحجم أمم أفريقيا، ما هو اللي أجبرك على أن أنت تاخد أحمد فتوح إيه؟ أن بقاله 3 شهور ما بيلعبش وأنت خدته عشان أنت ما جهزتش حد، ما جهزتش صف تاني يكون موجود معاه. بالظبط. ما فيش حد تالت أو رابع موجودين معاه. فين لعيبة المنتخب الأولمبي؟ فين اللعيبة اللي تحت كمان؟